تعال جميعا هيا بنا نلتف بمدينتنا فواجه من كل الأشكال وتنتهي الأعمال طوال اليوم نعمل بكت نطف نطف يدا بيد دودا من كل الأشكال وتنتهي الأعمال حان وقت الاحتفال والرقص على النغمات لا أحد يعمل مثلنا نحن الطميرات كثير العشارة وجميل دود ليس له مثيل نحتفه من كل الأشكال وتنتهي الأعمال دود 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 وتنتهي الأعمال خطاب ويليه احتفال وتنتهي الأعمال ثلاثة اثنان واحد اضربي ويصبح عندنا صلصة تفاح متكتلة تحتاج إلى الطحن أكثر هل تريدنا التذوق؟ لحظة واحدة فراولة أمامي بعد عقدة واحدة هل يمكنكن مساعدتي؟ كنت أتذوقها لو أستطيع لكني منشغلة أنا أيضا سيكون أجمل احتفال ببداية موسم الصقيع انتظرنا حتى أغلف هديتي بهذه أوه عفوا يا بنات لا أريد التدخل أبدا في اجتماعكن تعني اجتماع الهدايا؟ لا تذهب سيد طويل ادخل نحن ننهي تحضير أوراق لف الهدايا ونحتاج إلى طحن المزيد من صلصة التفاح أوه لو كان عندي مطحنة جيدة هل تود تذوقها سيد طويل؟ أو لا شكرا أنسة فراولة لا أحب صلصة التفاح بكل أسف بعض الشاي من فضلك تفضل شكرا جزيلا ممتاز لاحظت أن المدينة كلها منشغلة بشيء مميز اليوم هل تعرفنا ما قد يكون؟ إنه لا يعرف إنها الثلجة الأولى الثلجة الأولى؟ لم أسمع بها من قبل هل تشبه المساعدة الثانية؟ أوه عفوا نسيت أنت لم تمضي في مدينة الفواكه وقتا كافيا لتعرف عن الثلجة الأولى واو إنها ثلجته الأولى إنه أروع يوم على الإطلاق في الحقيقة فلكيا هو من الأقصر بين الأيام إذ تتأخر الشمس بالشروق وتغيب باكرا جدا باقتراب الشتاء كما كنت تقولين حين يحل الشتاء هناك موسم مميز من الفاكهة والكل ينحت مصابيح من الفاكهة ويكون هناك حفل راقص هذا يعني أول دلائل على حلول الشتاء في السنة إنه التقليد وتقدمنا الهدايا لا هذه عادة خاصة بنا نحن الفتيات فقط لدى الثميرات ونحن عادات مختلفة جدا فعادتنا نحن هي تقديم الهدايا الهدايا السرية تختار كل منا اسما وبعد ذلك نقدم الهدايا سرا لهذا الشخص من دون أن يعرف من الذي أهداه السنة الماضية حصلت على زينة ملونة أنا حصلت على شال طويل مزين بخيوط براقة وأنا على مدفئ للسيقان وأنا على مجموعة شطرنج بقوالب للمعجون سلم قابل للتقلص أتحرك شوقا على ماذا سأحصل السنة؟ يبدو هذا رائعا أظن سيد طويل يشعر بأنه مهمل فلندعه ليشاركنا اللعبة فكرة لطيفة فكرة جيدة سيد طويل هل تحب أن تشاركنا تقليد الهدية السرية؟ أو لا أظن كنا لا حاجة بكل أرجوك اقبل سيد طويل نحب فعلا أن تشاركنا حسنا إذن يشرفني هذا رائع هل أطلب منك خدمة؟ هل تعيرني قبعتك؟ قبعتي أنا؟ حسنا يلقي كل منا اسمه في القبعة أنت أيضا سيد طويل أوه هذا مثير جدا ونخلط أسماءنا ونسحب ولا أحد يعرف من ترى اسم من معي وأنا أيضا وأنا من والآن دورك سيد طويل ليمونة أو ستحب هذا
ألف طريقة وطريقة لترتيب الكتب وتنظيمها. ستكون أفضل هدية للثلجة الأولى على الإطلاق. هو فصل كامل حول تنظيم الكتب عامودياً. عشرة فصول حول تنظيم الكتب بعد سقوطها عن الرف. لا 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 لا، يجب أن أهدي الكتاب إلى ليمونة. إنه هديتها. لا تدعي أحدا يراك. يبدو أفضل. هل سمعت شيئا؟ لا. حسبتني سمعت شيئا. من هناك؟ هذه أكبر هدية للثلج الأولى رأيتها في حياتي. تعالي إلى ليمونة. أنا متحمسة لأعرف ما الهدية التي تلقيتها، على الرغم من أنها لن تكون بروعة هديتي لليمونة. ترى ما هي؟ كتاب. كتاب حول ترتيب الكتب. الفصل الثاني. كتب كبيرة وصغيرة على رف واحد. ليس الأمر مستحيلا كما يبدو لنا. وما تراني أفعل به؟ لكنه أكبر هدية تلقيتها للثلج الأولى. وجدتها. إنها أفضل هدية لصديقة السرية خوخة. سوف تحبه كثيرا. حسنا، لقد فكرت وفكرت ماذا أعطي صديقي السري السيد طويل. إنه شيء يحبه كثيرا. شكرا سكر. ثم عرفت، نبتة تناسب مدخل نادي الجولف، وأعرف أي نبتة هي الأنسب. أوبس، كدت أنسى حبلي. واو، هذه أكبر وأضخم وأروع هدية رأيتها في حياتي كلها. إنه الاختيار المناسب لخوخة. جميل. كتاب. الفصل 137. ترتيب وتنظيم الموسوعات من الألف إلى الياء أو خلاف ذلك. ربما هذه ليست الهدية الضرورية لي لعيد الثلجة الأولى. وجدتها. صديقتي السرية برتقالة تحب ترتيب الأشياء. نعم نعم، بالطبع نعم. البرد قارس جدا هذه الأيام أنيس جيج النحلة. تعرفين، لدي قبعة إضافية تدفئ تماما. مرحبا. حسنا. مرحبا. ألست أضخم هدية أول ثلجة أراها؟ أمسكي وشدي. أمسكي وشدي. ها هي. السيد طويل سيندهش حين يرى هديته، وسوف أحضرها له مهما كلف الأمر. ترى توتة ستسعدها هذه الهدية الكبيرة. بإمكانها استعمالها لدرجة حين تخيط، أو بإمكانها أن تخفي وراءها برادها. لقد نجحت. سيد طويل سيحبك أيتها النبتة الصغيرة. غير معقول.
الخبازة تسبب لي الحساسية دائما. حسنا انزلي. النبية ستقع على ظهرها من مفاجأة الحصول على كتاب ضخم. إنها تحب الكتب. شكرا لك. ترى من يكون الطارق؟ مرحبا، هل من أحد في الخارج؟ واو، لا أصدق هذا. هذه أكبر وأضخم وأجمل هدية لعيد الثلجة الأولى. ما تمنيته دائما. انظروا إلى هذا. وهذا. يا لهذه الطباعة الجميلة. فكرة من هي يا ترى؟ مهلا لحظة، هذا الكتاب الذي أهديته لليمونة، ألم يعجبها يا ترى؟ وكيف عاد إلي؟ يجب أن أعرف حقيقة الأمر. صديق سري أو غير سري سأعرف. إذن ليمونة، ما كانت هديتك في الثلجة الأولى؟ كانت باردة كالثلجة الأولى تماما، وكانت أولى بالفعل. وهدايانا؟ لقد أهديت منذ الصباح الباكر في الحقيقة. حقا؟ واو، وأنا لا، لم أقدم هديتي بعد. لست صديقتي السرية، بإمكانك إخباري على ماذا حصلتي، لأني لست من أهداك. ماذا؟ قلت لك. ماذا؟ قلت إنني حصلت على هدية كبيرة، لكنها كانت كبيرة وغير مناسبة، فأهديتها إلى خوخة لأن لديها مكانا أوسع. خوخة؟ إلى أين تذهبين؟ لم تنتهي بعد. جيد جدا. 1 2 3 دوري. 1 2 3 دوري. 1 2 دوري. إذن 1 2 3، هل حصلت على هديتك 1 2 3؟ في الحقيقة فعليا 2 3، لم تعد لدي 2 3. 1 2 3. ماذا؟ أحسست أن صديقتي السرية قد تستفيد منها أكثر. 2 3، بما أنها تحب تنظيم الموسوعات. 2 3. لا، لقد أخبرتك. الآن ستعرفين من صديقتي السرية. تعنين برتقالة ترتب؟ نعم، لا تقلقي، لن أخبر أحدا. إلى أين تذهبين؟ لكن ما زال عندنا تمرين القفز. كان الأمر مؤثرا كما أقول لك. أولا مررت بالمقهى واختفيت خلف الدغل وتسللت لاحقا من تحت الجسر وأسرعت كثيرا وأسرعت فوصلت. لم يرني أحد على الإطلاق. ثم وضعت الهدية بهدوء تام، قرعت الباب بسرعة البرق وهربت. وماذا كانت الهدية؟ حسنا، كانت شيئا تستعمله صديقتي السرية لتريح قدميها وهي تخيط. يبدو أني فضحت هوية صديقتي. لم أعرف شيئا، لكن علي أن أذهب. إلى اللقاء. مهلا لحظة، توتا حصلت على الكتاب من برتقالة، التي حصلت عليه من خوخة، التي حصلت عليه من ليمونة، التي حصلت عليه مني. هل توتا أعطتني الكتاب أم فراولة؟ وماذا أيضا عن السيد طويل؟ لقد نسيت فعلا أمر السيد طويل. إن الأمر معقد جدا. لا أصدق أن الجميع لم يحبوا كتابي، ولكن أنا أحببته. فراولة؟ لا تنظري، لا تنظري. آسفة فراولة، لقد أفسدت السرية. لا تهتمي، لست صديقتي السرية، إنها للسيد طويل. لكن فراولة، الخبازة تسبب لك الحساسية. أجم، أعرف، لكن الهدية ليست لي. السيد طويل يرغب في واحدة لمدخل ناديه، وعرفت أنها الهدية المناسبة له. هذا تفكير صائب فعلا. ما الأمر عنبية؟ تبدين حزينة. أنت لم تحصلي على هدية كبيرة هي كتاب لم تحبيه؟ عفوا؟ لا أحد أحب هديتي أبدا. اسمعي، كان عندي كتاب عن ترتيب الكتب فأهديته إلى ليمونة بعد أن لففته بورقة صفراء وشريط أصفر. بعد ذلك توتا أهدتني إياه ملفوفا بورق أزرق وشريط أزرق، إلا إن كان السيد طويل، لكن لا أظنه هو. لا أحد أحب هديتي فراولة.
أنا آسفة جدا عنبية، الكتاب هدية رائعة. هكذا اعتقدت أنا، لكن ربما إن كان لليمونة لابد أن يكون حول موضوع تحبه، مثل الرسم بالألوان المائية أو الاعتناء بالبشرة. تعرفينها كم تحب هذه الأمور. أوه أنت محقة فعلا، كنت أفكر في نوع الهدية الذي أحبه أنا لا ليمونة. أتعرفين لم أحسن التفكير، أعرف الكتاب المناسب لليمونة، سوف ألفه وأهديها إياه في الحال. حسنا، سعيدة بأنك وجدت الحل. جو، علي حمل هذه للسيد طويل في الحال. أهلا عنبية، عدت لكي أصفف شعرك. لا ليمونة، أنا أعرف أنها لعبة الصديق السري، لكن يجب أن أعطيك الهدية وأشرح لك السبب. ولكن ما الداعي؟ إنها لعيد الثلجة الأولى. لكن سبق أن حصلت على هدية. أعرف هذا، أنا قدمتها إليك، ولكنها لم تكن الهدية التي تحبين، بل الهدية التي أحبها أنا، وهذه الهدية السرية التي أحسب أنك ستحبينها. عنبية، إنه رائع، كتاب الجدائل الكبير، هذا ما كنت أريده، إنها فعلا الهدية المناسبة لي. ولكن ما بك؟ أدركت أني لم أهدي خوخ الهدية المناسبة لها، أهديتها الكتاب الذي أهديتنيه. أعرف، آسفة عنبية. مهلا، عندي ما يناسب خوخة. هذا الحذاء يجعلك ترقصين أفضل يا خوخة. أعرف أنه كان عيد الثلجة الأولى الأكثر غرابة، وأريد أن أعتذر لأني لم أفكر في ليمونة حين اخترت الهدية. وأنا أريد الاعتذار من خوخة. وأنا أعتذر من برتقالة. وأنا أيضا يا فتيات أريد أن أعتذر من توتة. وأنا أريد الاعتذار من عنبية، هل تسامحينني؟ نعم. أنا سأفكر دائما في الشخص الذي سأعطيه الهدية في المستقبل وليس في نفسي أنا. وأنا أيضا. هذا ما أسميه عيد ثلجة أولى ممتازا. لكن مهلا فراولة، أنت لم ترين هديتك السرية بعد. نعم. مطحنة رائعة للتفاح، هذا ما كنت أريده. سيد طويل هو من أهداك إياه، وهو لا يحب صلصة التفاح أبدا. أليس هذا لطيف؟ يا لها من هدية لطيفة. إنها مناسبة أيضا. أعطاك هدية أعرف أنك تحبينها. يبدو أن علينا التعلم من سيد طويل. أجل، هذا صحيح. أجل. عيدا سعيدا آنسة فراولة. شكرا لك على مطحنة التفاح سيد طويل. على الرحب والسعة. لكن أليست هدية سرية؟ بعض الهدايا رائعة لا يمكن أن يبقى مهديها سريا. وأنت على ماذا حصلت سيد طويل؟ علي الاعتراف بأني لم أحصل على أي هدية. هل أخطأت بشيء؟ هل هناك استمارة علي تعبئتها؟ ربما عليك تفقد قبعتك لترى هل بقي اسمك فيها خطأ سيد طويل. قبعتي؟ أو هذا لا يصدق. أوه هذه أفضل هدية أحصل عليها.
وابتسامتك أفضل هدية أحصل أنا عليها. عيدا سعيدا لكم جميعا. جوم.